مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. أنا وزير الزراعة الجديد عباس الحاج حسن، اليوم بطل عليكم مش لأنه نيكولا حنا مش موجود، ولكن هو يرتقى وإدارة التلفزيون أنه أنا بلش، وبقلكم يمكن صحيح لازم نبلش من مطرح، لازم نغير وجه معين، لازم نكسر طريقة معينة بالإعلام وبالزراعة وبالصحة وبالاقتصاد وبكل شيء. مشاكل وحلول اسم هالبرنامج اللي أنا بطل عليه فيه، مش لأنه خلفيتي إعلامية أبداً، ولكن لأنه الوطن فيه مشاكل كثيرة والصورة كثير سودة لا شك، ولكن الحلول موجودة والإرادة موجودة، وكل الناس المؤمنة بهذا الوطن قادرة على أن تشترح الحلول، لبل سنشترح الحلول. أهلا وسهلا فيكم جميعاً. تلفزيون لبنان بالنسبة لي هو أم الإعلام بلبنان. تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية يجب أن يكون في طليعة العمل الإعلامي الرائد في هذا الوطن لأسباب عديدة، أبرزها أنه نحن لا يمكن أن ننطلق إلى العالم إلا عبر المؤسسات الرسمية، لأنه تلفزيون لبنان خرج كبار وعمالقة الإعلام في لبنان. مرة تانية أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك نيكولا حنا، إلك الدور منا. معليك، يعني طبعا نحن بيكبر قلبنا وقت اللي بنكون بحضرة رجل يعني من لبنان، من رواد الإعلام يعني بكل العالم كتار بيتابعوك، كانوا معجبين فيك من خلال الإطلالات يلي كانت على رجال الوطن عندنا بلبنان، على المسؤولين على المعنيين. كنت أنت كمان عم تسعى لحتى تسأل خلفيات المشاكل، ولكن ولو كانت سياسية بهمنا نتشارك فيها، ونقول السياسة تؤثر على واقع الإنماء والاجتماع. يعني مهم كتير اليوم نحن عم نرحب فيك كوزير يعني الزراعة في لبنان، انطلاقا من هذا الملف اللي نحن بنقول بكل عرس في له قرص. هذا الملف المزارع يعني شتت الدنيا، عنده مشاكل، صيفيت، شوبيت، فتحت حدود، سكرت حدود، أزمات سياسية مع بعض الدول أخرت حياة يعني واستمرارية المزارع اللبناني. فاليوم معك نحن بالشقين، يعني كإعلامي أنت رح تحاول قدر المستطاع تعطينا عصارة خبرتك يعني بنشوف حالنا فيها. أنت اليوم وزير الزراعة في لبنان، برجع برحب فيك الدكتور عباس الحاج حسن. حضرتك أنت أنه يعني حكومة لبنان ووزارة الزراعة بيحتاجوا لدعم كل الدول الصديقة والشقيقة والدول العربية بالتحديد لحتى نوصل إلى مرحلة من التعافي الاقتصادي والزراعي اللي أنت أشرت له، ولكن بنقدر نقول أنه مشاكلنا الزراعية كثيرة، وأنا بحترم اللي أنت قلته عمر حكومتكم قصير، يعني زمنياً منه كتير طويل. قديش بجهد يعني أنت رح تقدر تغير شيء بهذا الملف اللي له سنوات والمزارع يشكو ويشكو ويشكو معليك؟ حقيقة سؤالك يتفرع إلى أربعة نقاط أساسية ومركزية، ربما بلش من حيث انتهيت. لا شك أي عمل اليوم وأي جهد في سبيل تغيير أي واقع يحتاج لآليات، يحتاج لجهود متضافرة، ويحتاج إلى شراكة. هاي الشراكة اللي ربما اليوم نحتاجها أكثر ما يكون داخليا، وأنا أجزم أنه التضامن الحكومي ممتاز جدا، قادرين اليوم على حلحلة معظم المشاكل بهالحاجيات بهالإمكانات البسيطة الموجودة عندنا. لكن بمقابل ذلك حتى نكون واقعيين، حتى ما نرسم صورة هيك جميلة ونصطدم بالواقع لأنه الواقع مرير، أيضا نحتاج أي جهد من الخارج، جهد إقليمي، جهد عربي، وجهد دولي. من أجل نحن في حالة حقيقة لا نحسد عليها اليوم. الوطن بكل تفاصيله صعب. في صعب جدا جدا جدا، ولكن برجع بقول مثل بالبداية ما ذكرت، الحلول موجودة، الإرادة موجودة، وهذا الأهم. وأيضا الاحتضان الخارجي من الدول الصديقة والشقيقة العربية موجود جدا. نعم. فيما خص وزارة الزراعة، مثل أي قطاع، ملف حساس، لأنه أنا بعتبر أنه حاضنة الوطن هي الزراعة، لأنه ما في حدا اليوم، ما في مواطن لبناني إلا عم يشتري لحتى يأمن سلته الغذائية، وبالتالي عم يكون بالمباشر متأثر إن كان الأسعار عالية. نعم. إن كان في ندرة معينة، وأيضا في مخص الاستيراد والتصدير وخلاف ذلك. اليوم نستهدف الدول التي طالما دأبت على مساعدة لبنان والوقوف إلى جانب لبنان، الأمم المتحدة بكل هيئاتها ومتفرعاتها، الفاو وغيره من المنظمات. رح نحكي عنها. نعم. حضرتك أنت بس بالشكل وبالمضمون. بالشكل نحن في تعاون كبير جدا مع وزارة الزراعة، عشرات المشاريع
تستهدف كافة المناطق اللبنانية. طبعا صغار المزارعين الفقراء بين مزدوجين، صار تعريف المزارع في لبنان للأسف الشديد فقير. وأنا برجع بقول لك طالع من بيئة زراعية، أنا مزارع، وقبل ما أتسمى بالحكومة العتيدة أنا كنت عم بزرع أكيدينيا بشعت وعم بزرع تفاح، فبالتالي الأمر بسيط جدا، لا يمكن لإنسان أن يكون متشبث بأرضه إذا ما كان مزارع. فأنا أعتقد جازما أنه علينا تحويل الزراعة لأن تصبح وتبقى حاضنة لكل اللبنانيين. فيما خص الإخوان العرب إذا بتحب هيك بالسريع وبعدين منفصل، فضل معلي فضل. اليوم نحن لا يمكن لنا، هناك رئة للبنان هي التواصل مع الأشقاء العرب. نحن سنعمل ونعمل منذ الآن كافة الوزارات على أن يكون أفضل العلاقات مع كل الأشقاء العرب. نحن ما في أي دولة عربية حتى في العالم كله عندنا عداء معها سوى العدو الإسرائيلي. ما دون ذلك كل الناس نحن سنطرق أبوابها حتى نصل إلى المستحيل في سبيل تأمين ما يمكن تأمينه لإنقاذ هذا القطاع الزراعي أولا، ولإنقاذ الاقتصاد بشكل عام في لبنان، وإنقاذ القطاع الصحي، وكل الملفات والتي تعتبر اليوم شائكة إن شاء الله سنجد لها حلول بهمة وجهود وتضافر من في الداخل ومن في الخارج. يعني مهم كثير أنه أجواء تشكيل الحكومة يعني فينا نقول إيجابيتها كثيرة كانت مفترض، يعني أنت معلي كنت أشرت بحد حديثك وقلت لازم نستثمرها بتصريف الإنتاج الزراعي. اليوم مع كل الأوضاع اللي لا أنت شرحتها، قديش فينا نستفيد من ظروف تشكيل الحكومة، هذه الإيجابيات اللي انعكست على قطاع الزراعة؟ حقيقة تشكيل الحكومة بهذه السرعة طبعا بعد 13 شهر مخاض عسير، ولكن تشكيله وبعد التشكيل موضوع البيان الحكومي وبعد البيان الحكومي الجلسة الأولى وحتى بجلسة امبارح بهذه الإيجابية وهذا الدفق من الإيجابية، صدقني عم ينعكس إيجابا حتى في الداخل وفي الخارج أيضا، بدليل أنه اليوم معظم الدول التي رحبت بالحكومة كانت تحتاج أن يكون هناك حكومة في لبنان. نحن وضعنا الأمور على السكة الصحيحة. اليوم في عنا ضيف عزيز في لبنان هو دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني. الأردن موقف دائما كان كبير جدا تجاه لبنان، اليوم أيضا اندفاع كبير من الإخوة الأردنيين مشكورين. جلالة الملك أيضا مثل ما نقل لي سعادة السفير يوجه بكل الإمكانات في سبيل لبنان ودعم لبنان على كل الصعد، وهذا ممتاز جدا. أيضا اليوم سيكون هناك مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء مع دولة الرئيس مئاتي. أيضا مواقف متقدمة من الدول الأوروبية بشكل عام، كان هناك ترحيب لأنه حقيقة الجميع كان يقول على لبنان أن تكون له حكومة، وبالتالي نتخاطب مع جهة رسمية قادرة على أن تتحمل المسؤولية. نعم لأنه بعد ما حدث في لبنان في العامين المنصرمين كان صعب جدا، صعب أن تكون الأمور تبقى على ما هي عليه. وبالتالي أعتقد أنه هذا الإيجابية، هذا الدفع بهذا الاتجاه، هذه الإيجابية بين مزوجين لمن في الحكومة في الداخل، هذا التعاطي المسؤول والبناء وجرعات الأمل، صدقني يمكن أن نثق بأن الأيام القادمة ستكون جيدة. وبفتح مزوجين أيضا لأقول أيضا الشكر، كل الشكر من الآن لكل من في خارج الحكومة، لكل المعارضة في لبنان، لكل من في الشارع، لكل من يتحسس أن المسؤولية تقع على عاتقه، شكرا، لأنه يجب أن يكونوا محاسبين للحكومة بمسؤولية. بحفزوكم على العطاء أكثر. أي انتقاد اليوم بناء نحتاجه اليوم لحتى نوصل كليتنا سوا كمشروع، لأنه إنقاذ لبنان هو مسؤوليتنا كلنا إن شاء الله. معليك يعني تفضلت وقلت يعني من شوي أنه يعني بالسنتين اللي مرقنا بظروف صعبة كتير وعمر الحكومة قصير جدا، وحضرتك أنت من خلفية إعلامية متابع مراقب، ومش أي مراقب بينعمل له حساب، قبلت لحتى تكون بهذه الحكومة وزير، شو هي المعطيات والسلاح اللي هو عندك لحتى نقدر نصحح أوضاع كثيرة بهذه المرحلة القصيرة؟ شرف كبير لأي إنسان اليوم أي لبناني أن يتصدر اليوم سدة المسؤولية، لأنه مثل ما عم تتصدر تقول اليوم نحتاج أن نعمل، أن يكون الجهد مضاعف. إذا ما اليوم اشتغلنا كلنا أيمتى نشتغل؟ هذا الوطن اللي نحن متغنى وحنندفن بترابه، إذا اليوم ما قدرنا وقفنا حد وساعدناه وساعدنا حالنا أيمتى من ساعد حالنا؟ واحد اثنين، المعطيات طبعا في معطيات كثيرة بتقول لا نحن عمر الحكومة قصير لا شك، وهذا واقع حقيقي، ولكن اليوم في أمور ملحة
بشهرين لازم تتحرك الامور بثلاث شهور، وبالتالي مثل ما حضرتك تابعت امبارح كان في قرارات مهمه جدا بمجلس الوزراء. نعم. فورا وضع على سكي اعاده واطلاق عمليه التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا امر ايجابي جدا. اللجان تعكف منذ ساعات على بدء العمل بوضع اليات متسارعه لحتى نوصل للحل الامثل، موضوع الكهرباء على الطريق الصحيح، موضوع المازوت، موضوع الفيول العراقي، كل هذه الامور التي كانت شائكه في لحظه ما اليوم وضعت اليه وبشراكة داخلية، وأيضا نعمل أن يكون هناك شراكة خارجية في سبيل إيجاد حلول، لأنه الدعم اليوم مطلوب، نحتاج دعم كل القوى والدول الصديقة والشقيقة. إن شاء الله. معليك يعني بواقع المشكلات الزراعية اللي هي كثيرة، بدنا نبدأ نحكي نحن بالملفات إذا بتسمح لي. يعني تفضل. وقت اللي تسلمت مهامك كوزير للزراعة بشرت بالتواصل يعني مع كل الدول من خلال سفرائها المقيمين في لبنان، وكان عندك بعض الاتصالات الخارجية، ولكن نقل عنك انك وعدت من سفراء بمضاعفه الكميات. نعم. يلي بتتصدر من لبنان لالهم، يعني فينا نحكي عن مصر، نحكي الاردن، الامارات، باقي الدول، وبدنا نحكي عن العراق. يعني بتعرف العراق بمتابعه اتفاقيه السلع والخدمات يلي مفترض تشمل كمان الموز، الكرمه، الحمضيات وغيرها، ولكن بدايه بدي احكي بالتفاح، التفاح اللبناني. نعم. اذا بتسمح لي، شو عملت أول ما بلشت باتصالات، وماذا ستثمر خاصة مع التحضير ليوم التفاح اللي بدك تحكينا عنه كمان؟ بدي أشكرك لأنه أثرت موضوع التفاح، لأنه لا يمكن أن يمر مرور الكرام التفاح، لأنه مشكلة اليوم حقيقية. كل مزارعي التفاح اليوم ينتظرون، خصوصا أنه المحصول لله الحمد كبير كما ونوعا، وبالتالي في معضلة إن شاء الله الحل تعولها جاري على قدم وساق، هو موضوع تأمين المازوت للبرادات، لأنه عندنا ما يقارب 4,500,000 صندوق اليوم. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. وبالتالي وفر كبير، لأنه خلال عامين كان للأسف كانت المحاصيل ضعيفة، وبالتالي اليوم مزارع يتنفس السعداء أنه الحمد لله ربنا أكرمنا، بس نحن بدنا نحاول نصرف الإنتاج. لا شك أول يوم تسلمنا المهام بوزارة الزراعة تواصلنا مع سفير الدولة المصرية. نعم. تواصلنا أيضا مع الأردن وكمان مع العراق، ونعم لحتى نعمل آلية متسارعة، خطة طوارئ، لأنه طبعا الإخوة الأردنيين والإخوة المصريين لا ينقصهم أبدا موضوع الالتزام التام بالاتفاقيات الثنائية بيناتنا، ولكن تمنينا عليهم أن يكون هناك كميات أكبر في هذا الموسم، وهذا ما وعدنا به، والأمور بخواتيمة، ونأمل إن شاء الله في الأيام القادمة أن تكون البوادر والنتائج بلشت على تبين لل... أما فيما خص موضوع الداخل، حقيقة بدي نوه لشغل موضوع التفاح. التفاح اللبناني هو صار إذا بدك وجه من وجوه لبنان حقيقة، لأنه التفاح نحن إذا بتروح على العراق بيتفاخر اليوم المستورد بيقول انه هذا تفاح لبنان حقيقه. سبحان الله. بمصر صحيح نفس الشيء، بالاردن هذا الامر نحتاج ان يبقى، نحتاج ان تبقى هذه الصوره الجميله. حقيقه القوى من في الداخل اللبناني، بعض القوى والاحزاب تواصلوا معي منذ اليوم الاول، وكان في هناك مناشدات عبر الاعلام، وتواصلت بشكل مباشر مع هذه القوى ليؤكد انه انتم حريصون على ان يكون التفاح اللبناني اولويه، وانا حريص ايضا، وهذا حقيقه عم يصير تفاعل. اتصالات قلت لي وردتك من احزاب وفعاليات. نعم، نعم، من نعم، كل نعم. المناطق طبعا 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 من كل المناطق. نعم. نعم. وحتى مرجعيات روحيه تمنت علينا. نعم. انه نضاعف جهودنا، وهذا اللي خلى المسؤوليه اكبر. نعم. وبالتالي لحتى دلل على هذا الامر انه نحن اليوم التفاح هو عنصر. نعم. اساسي في انتاج رؤيه جديده، في امكانيه نحن الوصول لمطرح نقدر نكون بالخط السليم، نكون نحن عم نحمي هالمزارع اللي لا. بينتظر عام كامل كرمال تصريف الانتاج، وايضا في الايام القادمه سيكون عندنا البطاطا، سيكون عندنا الموز، يعني لن تنتهي الامور هون، فبالتالي فتح اسواق جديده وتسهيل الامور بيننا وبين الدول العربيه الشقيقه ضروره ملحه جدا جدا جدا. نعم.
يعني انت عم تحكي عن امور وعناوين، قديش بدنا وقت لحتى نقدر نحن ننفذ ميدانيا على الارض؟ يعني موضوع التفاح خلينا نشير لانه الامارات يعني اعادت يعني استقبال التفاح اللبناني من فتره، يعني نحن حكينا عنه على الهواء وتوجهنا بتحيه للمدير العام لويس لحود وكمان لسفيرنا فؤاد دندن بالامارات. قديش مهم عليك نقول يعني كل هذه الاشارات الايجابيه اللي عم تحكي عنها رح تخفف من مشكلات المزارع بيعاني منها من فتره طويله صراحه؟ بطبيعة الحال وتأكيدا على اللي تفضلت به وأشرت له، لا شك اليوم أي دعم من الإخوة العرب هو سينعكس إيجابا علينا، أي اليوم تسهيل من الإخوة العرب سينعكس إيجابا علينا. نحن اليوم حقيقة نحكي الأمور بشفافية، تفضل، هناك عنا عملية التنزيت عم تمرق عبر سوريا، نحن بدنا نعالج هذا الموضوع بدنا نعالج بإيجابية. عندنا موضوع كيفية أيضا الوصول إلى الأسواق في المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا بالبالي هدف، نعم هدف مركزي وأساسي هدف. وأنا من شاشة تلفزيون لبنان العزيزة على قلبي دائما أوجه نداء لكل من له قدرة على المساعدة في هذا الإطار أن يساعدنا كوزارة الزراعة وكحكومة بشكل عام، نقدر نحسن ونعيد العلاقات بكل الإخوة العرب والأشقاء العرب، لأنه نحن مرآة لبنان في هذا الشرق هن الدول العربية والعكس. إذا بتسمح لي يعني بدي أتوسع معك بشوية تفاصيل، ولكن بموضوع يوم التفاح اللي يعني أشار له لويس لحود المدير العام يعني قال إنه هو توافق معك بأول نهار معليك كنت بالوزارة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، واتفقتوا على شو بأول تشرين شو رح يكون؟ حقيقة يوم التفاح مثل ما بتعرف هو صار ينتظر اللبنانيون ينتظرونه كمحطة وطنية. اليوم يوم التفاح سيكون متميز وله نكهة خاصة هذا العام. ما بعرف إذا فيني أقول النقاط اللي لازم نقولها، يا ريت. بس بالنتيجة حتى ما يعتبر أنه تسويق ليوم التفاح، ولكن أعتبر أنه واجب وطني علينا، واجب وطني علينا أن يكون هناك تسويق لهذا اليوم، لأنه أيضا كمان أبشر اللبنانيين والمزارعين بالتحديد أيضا سيكون هناك يوم للزيتون، لأنه يوم عالمي للزيتون سيشارك لبنان ويحتفل به كيوم لتكريس أيضا هذه النبتة وهذه المادة الأساسية والمركزية، والتي أيضا أعطت صورة مشرقة في الخارج أنه إلى أي مدى نحن قادرين أنه إنتاج زيت زيتون ممتاز في ظل منافسة شرسة وكبيرة جدا. في موضوع التفاح سيكون لنا لقاء مع الملحقين الاقتصاديين وسفراء الدول العربية اللي نصدر إلى التفاح، بالإضافة إلى طبعا مواكبة إعلامية كبيرة في هذا اليوم. أيضا خطوة أخرى سنستهدف أن يكون هناك يوم وطني على صعيد الوطن، حملات في المدارس تساعدنا فيها التعاونيات، النقابات، الجمعيات الأهلية، البلديات والاتحادات البلدية، لحتى نعمم نحن ويكون في ذهن الطالب اللبناني أنه نبتة وثمرة التفاح هي أيضا عنوان من عناوين هذا الوطن. وطبعا حيكون عندنا لقاءات مع غرف التجارة المنتشرة في كل المناطق اللبنانية، نعم، لمساعدتنا في هذا اليوم الوطني للتفاح. مبدئيا أنت رح يكون هو تاني سبت، تاني سبت نعم بتشرين الأول، نعم رح يكون نهار كامل، نعم يوم كامل لبد، حيكون أسبوع برنامجه بعد يعني لم يحدد تماما، لأنه بعدنا نحن لأنه حقيقة موضوع أزمة كورونا بناخذ بعين كثير عم ننتبه لهذا الموضوع، نعم لأنه ما فينا نزعل معالي وزير الصحة، لأنه في إجراءات لازم نلتزم فيها جميعا، وبالتالي مددت فترة التعبئة العامة، وبالتالي يعني كمان ما رح فينا يكون في لقاءات شعبية كبيرة، وهذه كانت أصلا أحلى لأنه احتكاك بالناس بتحس أكثر بيكون التفاعل، ولكن إذا كان موضوع كورونا حيأثر حتما فنحن سنلجأ إلى ربما الأمور التي تساعد على التخفيف من تفشي الجائحة. معليك بموضوع ترانزيت وسوريا، بموضوع عودة يعني أسواقنا ومنتجاتنا للأسواق السعودية، لابد من الإشارة لتنويه الحكومة اللبنانية اليوم بدعم يعني المزارعين بلبنان وبذل قصارى جهد هذه الحكومة لحتى يخففوا عنهم، يعني رح يكون في بعيد عن أي سياسي
معرقلات بهذه المواضيع ما بين سوريا السعودية، ولا ممكن تكون يعني الضوء الأخضر معطى لكم لحتى تباشروا تعملوا المفترض يعني أن يعمل؟ المنطق في الأمور هو أن لا يكون أي عقبات، وأتمنى وإن شاء الله ما في عقبات، بس مثل ما بتعرف أيضا في بعض القوانين التي فرضت على سوريا مثل قانون قيصر قد يكون عائق، ولكن بطبيعة الحال نحن سنعمل جاهدين على أن الموازاة في كل هذه الأمور والمشي بين النقاط كما يقال حتى نقدر نحمي منتجنا ونساعد المزارع اللبناني على أن تصل المنتجات إلى سوريا وإلى الأردن وإلى العراق وإلى مصر وإلى المملكة العربية السعودية. فيما خص السعودية برجع بأكد لك أنه الجهود كل الناس في رؤية واحدة، نحن نحتاج أطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية التي طالما كان لها أيادي بيضاء في سبيل إنقاذ لبنان ومساعدة لبنان، وبالتالي إن شاء الله غيوم الصيف ستذهب بعيدا في ظل هذا الخريف، ونأمل الخير إن شاء الله في الأيام والأسابيع القادمة إن شاء الله. يعني الكل بيقول إنه أزمة التفاح هي أزمة وطن بهذه المرحلة، طبعاً. متفائل جدا معليك، قلت رح نحول هذه الأزمة لحل بالتعاون بين وزارتي يعني الاقتصاد والخارجية، طبعا تماماً. من خلالكم أنتو قديش مهم نقول إنه هذه الوزارات هي معنية خاصة وزارة الخارجية، لأنه لمحت للقاء مع الملحقين الاقتصاديين بالعالم. حقيقة للحق يقال معالي وزير الخارجية اللي بوجه له تحية عبر تلفزيون لبنان قال لي كلاما طيبا جدا وجميلا جدا، وإن دل على شيء يدل إلى أي مدى هذا الرجل قادر على أن يفعل المستحيل في سبيل لبنان. قال لي ما حرفيته، أنا بخدمتكم، أي وزير يحتاج أي أمر في الخارج أنا مستعد، أنا تعتبروني أنا حدكم بكل ما تريدونه من الخارج. وبالتالي هذا إن دل على شيء يدل إلى أي مدى اليوم التفاعل بين هذا الجسم الحكومي قادر على أن ينتج حقيقة إيجابية. وزارة الاقتصاد كمان حقيقة معالي الوزير وسعادة المدير العام محمد أبو حيدر ما عم يترك جهد في سبيل أن يكون هناك شراكة حقيقية بينه وبين وزير البيئة، كمان ما بننسى أدي دوره حيكون كمان مركزي في موضوع الغابات والتشجير وخلاف كل ذلك. وزارة الاقتصاد كمان قلنا مركزية. برجع على موضوع وزارة الخارجية، نحن نطلب عبر شاشتكم الكريمة من معالي وزير الخارجية المساعدة والدعم والعون في المحافل الدولية لحتى نكون إيد واحدة وقلب واحد في إظهار صورة لبنان الحلوة اللي إن شاء الله بدها تضل حلوة. كلنا يعني من ما بنقول إن صوت وصورة اللي أنت عم بتقوله ورح نكون نحن جنود عندكم. يعني مهم كتير إن الصرخات اللي عم نحكي عنها معالي الوزير للمزارعين بهذه المرحلة قد تكون مغايرة عن السابق. اليوم في دائقة اقتصادية، يعني المزارع ما بيعرف، بده يفكر يشتري ربطة خبز، بده يفكر يعبي بنزين، بده يفكر بالمازوت، بده يفكر المي إذا عم تجي كيف، بده يروي مزروعاته كيف وكيف وكيف. يعني هذه الصرخة المحقة، وانتو وقت حكومتكم قصير، واعذرني عم برجع كرر، قديش مثل ما بنقول قادرين على التخفيف عن كاهل هذا المزارع بهذه المرحلة، ومن وين رح نبدأ؟ يعني يوم التفاح أعلنت رح يكون تاني سبت من تشرين الأول، ومشاريع تانية رح نحكي عنها هلأ بالتفصيل، لأنه لقاءاتك ما شاء الله مع الجميع العاملين بهذا القطاع من نقابيين وتعاونيات وغيرها كلهم اجتمعت معهم، ولكن بهذا الموضوع كيف بدنا نساعد المزارع ليقدر ياخد مزوت؟ سؤال الأساسي ومركزي وبشكرك عليه، وبدي أشكرك كمان أنك دائما تذكرني وذكر الجميع أنه عمرنا عمر الحكومة قصير لحتى يكون عندنا جهد مضاعف نقدر نعمل لمسي قبل ما يغدرنا الوقت. حقيقة اليوم المزارع لا يحتاج استراتيجيات كبيرة، اليوم يحتاج بالمباشر شو فيك تقدم له، فيك تأمن له اليوم مزود لحتى يكفي مزروعاته لحتى يخلص بسلام، واحد اثنين شو الآلية المباشرة اليوم لحتى تساعد المزارع إن كان بالبذور إن كان هذا أساسي ومركزي وضروري وحساس. أنا بقول لك شغلي اليوم، يمكن بعض المزارعين صاروا على علم، ولكن كمان هيك عبر تلفزيون لبنان سيكون هناك في القريب العاجل توزيع لقسائم المدخلات الزراعية والتي تستهدف 35 ألف مزارع بقيمة $300. طبعا الفاو مشكورة على هذا الأمر، سيتم توزيعها وفق آليات معينة، وهذا أعتقد أنه هي يمكن جرعة بسيطة ولكن قد تساعد. واحد اثنين
لا شك انه كمان عندنا مشاريع عديده وكبيره جدا اذا بدك مفصله. يا ريت. ايه عندنا موضوع كمان مشروع لدعم المزارعين الخيام البلاستيكيه وهذا جدا مهم لانه مشكلة. تماما هاي مشكله كبيره تماما. هلا طبعا مش حيكون مساعده بكل شيء ولكن اقله بالامور الدعم تماما دعم لحتى فقط يقدر يكفي لانه والله صدقا في ناس مزارعين ما عم تقدر تكفي. وانا بالمشروع اللي اليوم بدنا نشتغل عليه حقيقه وبعتبره هذا وهم وطني ولازم نكفي فيه وحكينا مع الفو وان شاء الله الامور بالاتجاه الصحيح وبده ينحكى مع الاتحاد الاوروبي والاخوه الفرنسيين هو موضوع الطاقه البديله الطاقه الشمسيه. نحاول نقدر نعمل ما يعرف بان يكون لكل بير ارتوازي زراعي ان يكون له مشروع الخاص طاقه شمسيه لحتى ما يعود في موتور ما يعود في بنزين ما يعود في وبالتالي هيك نحن بنكون وفر في هذا الموضوع الطاقه اللي هي هلا نادره جدا للاسف. ايضا السعر سيكون بالنسبه للمستهلك تقريبا 20% نزول وايضا قدرتنا نحن كلبنانيين على المنافسه في الخارج حتكون كمان جيدة جدا. وبالتالي أتمنى من كل قلبي أنه يكون هذا ملف أولوية عند الدول الداعمة والهيئات المانحة لحتى نقدر نوصل نستهدف 1000 2000 3 10000 أي رقم نقدر ناخده بيكون في سبيل إنجاح المشهد الزراعي. طبعا البرك في برك على مساحة الوطن قيد التنفيذ. عندنا أيضا ما يقارب 40 مشروع اليوم موجودين ومبلشين فيهم ان شاء الله نستهدف خلال شهرين من الان كل ما انتهى مشروع ناخذ مشروعين لانه احنا هذا الطمع كثير موجود طمع بالدين وبيقولوا بس لا نحن طمع هلا بالدول التي تحب لبنان واليوم نحن لازم يوقفوا جميعا الى جهدنا كثار اللي بيحبوا طبعا لبنان. طبعا وهذا اللي بدنا نشتغل عليه نحن طالما لبنان كان يتغنى بصداقاته اليوم اجى وقت انه هذ الاصدقاء يوقفوا حدنا ونحن بدنا نوقف حدهم. وبعد في بس كمان فيني يشير لموضوع كثير كثير اساسي هو موضوع السجل الزراعي. حقيقه هذا السجل الزراعي يمكن بالمدى المنظور حكى عنه كثير هلا بدنا بلشنا فيه نعم. وهذا ان شاء الله سيبصر النور لانه بصير في رقم وطني زراعي ويا ريت نقدر نوصل يكون في رقم وطني نعم. لكل شيء في هذا الوطن حلوة منك حلوة. لحتى يكون فتنا نعم. حقيقه بالمكننه الحقيقيه لكل مفاصل الدوله. يعني انت عم تحكي عن امور كانوا يحكوا فيها يعني موضوع السجل الزراعي نادى فيه كثير صحيح. يعني عطوان الحويك رئيس جمعيه المزارعين على مدى عهود صحيح. وبهذه المرحله اذا بتسمح لي بامانه في لك تحيه من دكتور ميشيل فريم رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بيقول لي الوزير مهم جدا ومن أفضل الوزراء بمكانهم. طبعا يعني هو بيعرف أنه بيقول أنه كرمالك عم يشتغل 20 على 24 ساعة لحتى يكون رفيق بهذه المرحلة اللي وصفتها بالصعبة والصعبة جدا. والله أنا دكتور ميشيل فريم بيعرفوا اللبنانية أكثر مني بس أنا بس بدي أقول الحق يقال دكتور ميشيل فريم ما عم يترك جهد حقيقة لحتى يخلي صورة لبنان حلوة. نعم. ميشيل فريم حقيقة بدي حييك وبدي أقول لك أنه أنا كمان سعيد بالعمل معك وإن شاء الله الصورة بتصير حلوة مع كل هالناس اللي عندهم إرادة فولاذية لحتى نوصل للمطرح الصح. وبشكرك على كل كلام طيب وبقول للبنانية أنه إن شاء الله بدنا نغير هالصورة اللي اهتزت بمطرح معين في موضوع الاستيراد والتصدير والتشدد بجهود الكل الموجودين وتحديدا بجهود دكتور فريم. معالي الوزير يعني انا تابعتك هلا انت وعم تحكي يعني الطريقه اللي كنت عم تحكي فيها يعني هذا الشعور بتعابير وجهك يعني من البحة بصوتك من الصدق بهذه المشاعر ممكن كتير يعني كل هذه المعطيات تكون هي حوافز لحتى المزارع يقدر ياخذ حقوق كان محروم منها بالسابق. ولكن انطلاقا من التقدير والشعور اللي انت هلا عم تحكي عنه بتمنى انه نقدر نساعد كل المزارعين. بدي ضوي على موضوع التكديس بالبرادات يعني اليوم كتير مزارعين بيحكوا بيقولوا انه نحن ما عم نقدر نوصل بضاعتنا على البرادات لانه الشغله صعبه وبالوقت ما عم نقدر نصرف الانتاج. للناس اللي بدهم يعني يحطوا بضاعتهم بالبرادات كيف ممكن يتواصلوا معكم انتم؟ لانه انا بسمع انه من بشري في فلان عنده 1500 صندوق بده ومش قادرين يحطوهم بالمنطقه الفلانيه صحيح. من هون من هون من هون حقيقة التواصل مع اتحاد البلديات ورؤساء البلديات بشكل يومي نعم ان كان جبل لبنان بيساعد يعني ايه طبعا عم نتساعد نحن وياهم في موضوع فقط هو في اشكاليه بالبرادات انه ما عم بيكون في ماده المازوت نعم
هيدي حقيقة مشكلة وطنية. ما في استراتيجية ممكن تتبع هون، مع أنه أنت ما بتحب الاستراتيجية كتير، بتحب الواقع. يعني الآلية السريعة اليوم، نحن حقيقة حكينا مع معالي وزير الطاقة طبعا. وعنده رؤية قد تكون قريبة جدا إن شاء الله لحتى نقدر هلأ طبعا الخيارات دقيقة شوي وقليلة جدا، ولكن موجودة. عندنا الفيول العراقي هو حل، عندنا أيضا لأنه مثل ما بتعرف حضرتك سوق السوداء كانت مشكلة كبيرة، ولكن مع رفع الدعم شبه التام ساعد جدا على وجود المادي وإن كان سعره شوي غالي. هذا القطاع حساس جدا، أنا ما بقدر ما بسمح لنفسي أحكي فيه لأنه معالي وزير الطاقة هو رجل جاي من مطرح معين كتير شاطر وكتير عنده خطة ورؤية متكاملة بهذا الملف، بس اللي بقوله فيما خص القطاع الزراعي نحن نحتاج اليوم أن نتساعد نحن وكل الشركاء البلديات إذا فيها تساعدنا اتحادات البلديات لتأمين مادة المازوت للبرادات، لأنه حقيقة اليوم بالنسبة إلي موضوع التفاح لا يقل أهمية عن تأمين المازوت للمستشفيات، لا يقل أهمية عن تأمين المازوت للأفران، لأنه أيضا نحن بس ينهار هذا القطاع صدقني حينعكس على كل القطاعات. معليك اليوم حضرتك كوزير للزراعة، وإذا بدي أخذ الباكراوند الإعلامي لألك أنت، إذا وضعنا بصورة يعني عدم القدرة على تصريف الإنتاج، شو المشهدية اللي بتطلع ببالك لألاف المزارعين يلي عم بيشتغلوا كل أيام السنة، بنوصل لمرحلة الأبواب مقفلة أمامهم؟ إن شاء الله ما نوصل، بس بيكون الواقع حزين جدا، وإن شاء الله ما نوصل، لأنه برجع بقول لك لو اضطر الأمر نروح لآخر الدنيا، لآخر الدنيا بدنا نروح كرمال ما يكون في هذا الأمر تغلق الأبواب. واحد اثنين، نحن بالإضافة لكل الأسواق المفتوحة سنستهدف في القريب العاجل السوق العراقية. الإخوة العراقيين مشكورين جدا بشخص دولة رئيس الوزراء قدموا لنا الفيول، مشكورين جدا بالوقت الصعب والحساس، بالوقت اللي يمكن كنا نحتاج بهاي اللحظة. أيضا هني منفتحين على موضوع أن يصدر إلى العراق كل المنتجات اللي موجودة عندنا، وبتعرف حضرتك سوق العراق واسع جدا، فبالتالي نحن إن شاء الله لا الأبواب ما مسكرة أبدا، بدنا نتفائل، بدنا نكب جرعات أمل، وطبعا الإنقاذ يحتاج الأمل والمسابرة والإصرار والعزم. طب كثير مهم اليوم كل هذه المواضيع اللي انت عم تحكي عنها اليوم، المزارعين بالانتظار، يعني ميدانيا التواصل معكم يعني في له بوادر حلول قريبه ولا بدنا ننطر نحن بصراحه؟ فيني اقول لك شغلي حقيقه فضل. لازم ما اكشف سر، بس انا حقول هلا يعني لانه حقيقه انا كنت متوقع انه حتكون الاسئله نمطيه، ولكن لا، واضح جدا انك مواكب جدا للملف الزراعي والمشهد بشكل عام. حقيقه انا راسم خطوات متتالية متسارعة وغير متسرعة، بتقول أحتاج اليوم أي حدا اليوم بتلفن بيقول أنا عندي مشكلة نقابات تعاونيات، دايما عم يكون الطرح أنا أتمنى منكم ورقة عمل لحتى نتساعد نحن وياكم، المشاكل الحلول الأهداف قدي نحن محققين وقدي فينا نحقق. هيك أعتقد جازما أنه نحن بنكون عملنا شراكة على صعيد الوطن، لأنه وزارة الزراعة ووزير الزراعة ما بيقدر لوحده يعمل شيء، صدقني لازم يكون في شراكة بآخر مزارع في النقورة في الجنوب اللبناني، لآخر مزارع في العريضة في شمال لبنان، والمقلب الآخر، لأنه أنا دائما بقول لهم واسمح لي هون أقول قول اليوم عكار وبعلبك الهرمل هني وجهان لحرمان واحد. لا شك أنه هلأ الوطن كله صار مزارعي الوطن محرومين، ولكن الأكثر حرمانا هني هالمنطقتين، فبالتالي بدنا نستهدف كل مزارع صغير ومتوسط والمزارعين الكبار اللي بدنا نعتمد أيضا عليهم لحتى يساعدونا، لأنه ما فينا لوحدنا. وبالتالي أنا مكتبي مفتوح، تليفوني مفتوح، المكتب أي حدا عم يجي يطرح أفكار عم ناخد فيها، ولا بل على العكس أنا عم برجع بتواصل معهم لحتى نتابع الملفات، لأنه برجع بقول لك دايما اللي على الأرض بيكون أدرى بمشاكله وبتفاصيله من أي حدا تاني. وأنا بعتبر أنه كل اليوم القطاعات اللي بتشتغل بالزراعة هي حقيقة قادرة على أن يكون لديها الحلول، ونحن منوائم بين الحلول، يعني حقيقة يعني لازم نلاقي الحل، والحل برجع بقول لك سيكون مشترك بيننا وبينهم، مع رسم طبعا أوكي. استراتيجية مرحلية خطة طوارئ لحتى نكون من هون لأربع خمسة شهور إن شاء الله بينت الأمور على الأرض. يعني معليك بهذه المرحلة وقت اللي اللبنانيين كانوا عم يشهدوا غلاء الأسعار، نعم ضحكت بس نقول للمشاهدين لانه يبدو في الكابل عم يوقع رويدا رويدا. نعم بعليك موضوع يعني كتير مهم، موضوع ارتفاع الاسعار
شغلة أساسية نقول إنه كنا نلجأ نحن لوزارة الاقتصاد لحتى يكون في دعم لبعض الأمور. اليوم اللي فوت يعني حتى ياخذ فواكه أو شيء من الخضرة يعني بيشوف في ارتفاع مهول بالأسعار. طبعا من مسؤوليتك يعني مسؤولية الواقع الضاغط الاقتصادي بكل لبنان اليد العاملة إلى ما هنالك من قوت. كيف بدنا نتابع يعني هذه المواضيع انطلاقا من مسؤوليتك؟ غلاء الأسعار لا شك بالنسبة للفواكه والخضروات مثل باقي المواد الأساسية. بس هيدا طبعا مش بس مسؤولية وزارة الاقتصاد أبدا، هذا مسؤوليتنا كلنا. نحن اليوم كوزارة زراعة بدنا نحاول مع وزارة الاقتصاد ومع النقابات طبعا والتعاونيات نوضع آلية مؤشر ما، لأنه نحن ما بيحق لنا كوزارة زراعة، ولكن نحن سنتعاون مع وزارة الاقتصاد والهيئات الضاغطة والفاعلة في القطاع الزراعي على إيجاد حل لحتى يكون هالسعر ما كتير كمان، لأنه المواطن الله يساعد المواطنين، يعني ما فيك كمان تشتري الكيلو البطاطا اللي كنت معود تشتري ب2000 تشتري ب8000. تسلم تمك. فبالتالي هذا الموضوع من الأولويات حقيقة يعني، لا شك. طب اليوم يعني هذه المواضيع اللي هلا نحن عم نحكي عنها ارتفاع الأسعار، اليوم بموضوع البطاطا تفضلتم عليك وأنت أشرت من شوي. يعني البعض بيقول وقت اللي بيكون في عنا إنتاج ليش بنسمح نحن بالاستيراد؟ هلا هي يعني في اتفاقية التيسير العربية هلا اتفق انه نحن بحاجة لإعادة يعني النظر فيها ودراستها. حقيقة انا قلت بوقت سابق انه نحن في بعض الاتفاقيات اتفاقية التيسير العربية جيدة، ولكن بالنسبة لنا للبنان هي مشحفة بحقنا حقيقة يعني الحق يقال، يعني بمعنى انه نحن قدرتنا على المنافسة وقدرتنا الانتاجية بالمقارنة مع الاشقاء العرب مانا كتير كبيرة، فبالتالي نحن نلجأ إلى اتفاقيات ثنائية هي تراعي مصالحنا تماما ومن روحية الشراكة اتفاقية الشراكة بين الدول العربية. وبالتالي لا نحن اليوم في رزنامة زراعية بين وبين بعض الدول، في بعض اتفاقيات بدنا نشتغل عليها نشتشدها شوي بما يخدم مصلحتنا كلبنانيين وأيضا ما يخدم مصلحة الدول الشقيقة اللي عم يكون مع الاتفاق. لا نحن مثلا بس يكون في موسم البطاطا ممنوع بس غير مسموح يفوت أي بطاطا على لبنان، في أوقات معينة من السنة نحتاج بفوت، نفس الشيء موضوع التفاح، نفس الشيء لأنه بأيام الشتاء طبعا بطبيعة الحال نحن بده يكون في سماح لبعض المنتجات لبعض الأمور اللي يحتاجها لبنان. وفق رزنامة يعني متفق عليها تماما دقيقة جدا جدا وتراعي مصلحة لبنان قبل أي شيء آخر. معليك أنت بتفاؤلك بتقول صحيح الواقع صعب وصعب جدا لكنه غير مستحيل. طبعا يعني بالرغم من كل هذه الإمكانيات يعني أنت عم بتحفز المزارع وتقول له طمن بالك نحن حدك. طبعا ما بنقدر نكون اليوم إلا متفائلين، ما بنقدر اليوم نكون إلا أنه الأمل يحدونا بأن يكون التغيير حقيقي وسريع، لأنه اليوم برجع بقول لحضرتك المزارع يعني 40% لا بل أكثر من اللبنانيين أو بطريقة مباشرة هو مزارع يتأثر بالقطاع الزراعي أو يعني أو يعمل في الزراعة أو متأثر بالقطاع الزراعي، وبالتالي شو بتعمل ب40% من الشعب اللبناني؟ نقعد متفرج نقول لا قدرة لا حول لنا ولا قوة أبدا. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، واليوم نحن كلتنا مسؤولين أمام الناس أو بنقدر نلاقي حلول وبننجح بهاي الحلول ونوقف الانهيار أقله أو بنكون نحن بنكون عم نوصل لمطرح لا أبدا لا أتمنى حتى توصيف ما بقدر أقول. يعني نحن اليوم محكومين بالأمل، ما في علينا إلا أنه نشتغل بعزم بنشاط بهمة بعيدا عن أي مناكفات سياسية وبقلب منفتح وعقل منفتح تجاه كل الآخرين، لأنه الآخر بالنسبة لنا هو شريك في الإنسانية، ما عم بحكي على الداخل عم بحكي على الخارج. شركائنا في الإنسانية، شركائنا في العروبي، شركائنا في المواطن في الداخل، وبالتالي هاي الشراكة يجب أن تعمم. علينا أن ننظر إلى الأمور بهذه الذهنية بهذه الإيجابية حتى نصل إلى الخروج من هذا المأزق الذي نحن فيه. معليك يعني أنت من وقت ما تسلمت مهامك كوزير تواصلت مع كثير دول ومن ضمن يعني اتصالاتك مع الاتحاد الأوروبي أنت تواصلت معهم لتوفير بذار البطاطا بسعر تشجيعي للمزارعين. يعني أنت إلى هذه يعني درجة أنت عم تسعى لحتى تكون حد المزارع لحتى توفر عليه؟ يجب هذا واجب علينا لحتى نقول شغلي نحن كل ما كانت البذور عم تكون بسعر جيد كل ما كان الانتاج طبعا حيكون اكثر في يعني لانه مثل ما بتعرف حضرتك البذور بس تكون مهجنه بطريقه معينه وفيها من النقاء بمطرح معين بنخفف علينا بعدين الافات والامراض اللي بتضربها وبالتالي الانتاج بيكون وفير اكثر. وطبعا هذا الامر برجع بقول لحضرتك الاتحاد الاوروبي منفتح
بشكل كامل يريدون أي مساعدة للبنان. نحن علينا وضعنا بعض الخطط، نستهدف وضع أيضا بعض الخطط الأخرى لحتى تكون شاملة وعامة، وكان مش بس البطاطا ولا بس العنب ولا بس التفاحات ولا بس كل اللوزيات. نحن نحتاج فعلا أن ننهض بكل مفصل من مفاصل القطاع الزراعي في لبنان اليوم. لا أنسى أبدا موضوع الحليب، لا أنسى موضوع الألبان والأجبان المركز. رح نحكي نعم. معليك يعني إذا بتسمح لي اليوم، يعني أنت توجهت بنداء للدول المانحة والصديقة والمنظمة الأممية وإلى كل الهيئات اللي بتدعم المزارع اللبناني، وأعلنت عن خطة رح تتقدم فيها معليك لكل يعني هذه الهيئات ليصار إلى إيجاد تمويل مشاريع تستهدف صغار وكبار المزارعين وأيضا متوسطي الدخل. يعني هذه الخطط تواصل وأجانب وأوضاع صعبة، قد ايه بدها وقت لحتى تترجم ميدانيا والناس اللي عم يسمعونا؟ إذا بقول لك ما بتصدق صدقا اللي عم شوفه أنا من كل الدول والهيئات المانحة بشكل يومي عم يصير التواصل أو بالمواشر معي أو مع المدراء العامين أو مع رؤساء المصالح، لأنه مثل ما بتعرف هناك مواكبة لكل اللي عم ينشغل على الأرض، وبالتالي في شغل يومي حثيث، تواصل يومي بشكل يومي لإيجاد وتسريع العمل. هو العمل جيد ولكن بدنا نسرعه أكثر. فأنا بوعد المواطنين من الآن بهذا الإطار، نحن لن نترك أي جهد، مش نايمين أبدا، مش تركين ولا لحظة لحتى نستثمرها. لن نترك أي جهد في حدا يساعدنا فيه إلا بدنا ندق بابه لحتى يساعدنا. وفي مخص أنه إلى أي مدى نحن نوضع فترة زمنية، برجع بقول لك أنه هاي الفترات الزمنية قاتلة. أن نقول لا يمكن قطع الوعود وبعدين الاصطدام بالواقع، بس اللي بقوله أنا أنه نحن مصممين وعازمين على أن نصل إلى ما يرجوه أي مزارع في عكار أو في النبطية أو في جبل لبنان أو في الهرمل. رح ناخذ بريك اذا بتسمح لي لحتى نتابع، وبهمني بعد البريك اعرف عن قطاع الكرمي شو ممكن ينعمل بلبنان، لانه كمان هذا القطاع من القطاعات الزراعيه اللي عم بتعاني. اصدقائي فاصل وبنرجع نتابع سوا برنامجنا مباشره على الهواء. بعدنا معكم متابعين مع دكتور عباس الحاج حسن معالي وزير الزراعه. كمان اهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ماشي الحال؟ يعني بتلفزيون لبنان دايما بس يكون واحد بتلفزيون لبنان بيحس حاله ببيته. طول عمرك. الله يخليك. معليك موضوع الكرمي. نعم. يعني طبعا مزارعي الكرمي كمان سنويا في عندهم معاناة ومعاناة، وببعض الأحيان كانوا عم بكبوا المحصول والإنتاج. بهذه المرحلة شو ممكن ينعمل عبر وزارة الزراعة لمزارعي الكرمي؟ نعم، لا شك موضوع الكرمي كباقي القطاعات الموجودة في وزارة الزراعة، التقيت عدد كبير من المزارعين. نعم. ومن كبار المزارعين، وحقيقة الهم واحد، كيفية وآلية أن يكون هناك حقيقة تصدير لكل المنتج. وبس بدي أشير بين مزدوجين أنه لا شك هذا هم كبير جدا، ولكن بالمقابل في صورة مشرقة جدا لهذا القطاع عم يعطيها للقطاع الزراعي، لأنه في بعض الأنواع تستخدم لأنبيت، وبالتالي منافس قوي جدا جدا في الدول الأعرق والأهم في إنتاج النبيذ، وبالتالي كمان أيضا صورة مشرقة لبعض المزارعين اللي قدروا وصلوا على السوق الأوروبية. وأنا بدي أتشكرهم حقيقة، لأنه أيضا هذا يعزز من صورة لبنان وصورة المنتج اللبناني. وهون بدي حيي كمان وزير الصناعة لو سمحت لي. نعم. لأنه أبدى كل استعداد الحالي. نعم جورج مشكيان. نعم. نوجه له تحية كمان. تحية لمعالي، لأنه أتوسم خيرا في أنه العلاقة بين وزارة الصناعة والزراعة ستكون ممتازة جدا لما فيه خير المزارعين والمصنعين. باع يعني لقاء سلكي. طبعا سلكي. سلكي وأمني. نعم. معليك يعني بواقع يعني الحرائق. نعم. يلي لبنان الأخضر لبنان تعرض له، يعني مشكورة جهود الدفاع المدني. نعم. يلي كانت هي حدنا دايما لحتى تعيد جمالية الصورة، ولكن للأسف بهذه المرحلة أنتم شو مطلوب منكم بوزارة الزراعة للتنبه من مخطط بينحكى أحيانا الحرائق مفتعلة؟ حقيقة مراكز الأبحاث اللي عندنا اللي بقيادة أنا بدي أسميها أستاذ ميشيل فريم تعمل حقيقة لأنه بشكل يومي وحسيس ومتابعة عم يعملوا نشرات توجيهية للمزارعين. نعم. في موضوع أي متى حيكون في موجات حر، وبالتالي هذا عامل مساعد. لشك نحن نحتاج الإرشاد الزراعي ضعيف جدا.
نعم. نحتاج تفعيل هذا القطاع، وأيضا نحن نحتاج مساعدة كل البلديات، لأنه مثل ما تعرف حضرتك نحن موضوع مأموري الأحراش لحد الآن نحتاج أن يكون هناك عدد كبير من الموظفين مأموري الأحراش، لأنه هذا القطاع جدا مركزي وحساس بالنسبة للبنان. هذا واحد. اثنين، أيضا البلديات بدها تساعدنا بهذا الموضوع. القوى الأمنية ما بتقدر لوحدها. أنا تواصلت مع عدد كبير من المدعين العامين في المناطق في موضوع قبل الحرائق، في موضوع قطع الأشجار، لأنه نحن على أبواب الشتاء. وأنا بكل حزن، خوف كبير، بكل حزن بقول أنه المواطن اليوم ما خياراته ضعيفة جدا. إذا ما في مازوت طبعا بيروح بيموت أولاده من البرد. لا، بس بالمقابل نحن ما فينا نجي نقص شجرة الزاب عمرها 500 سنة كرمال ندفي حالنا. هذا الأمر أيضا يحتاج، ممكن نعمل آلية للتشحيل، ممكن نتساهل بهذا الموضوع. وأيضا بده يساعدنا وزير البيئة اللي بوجه له كمان تحية أستاذ ناصر. نعم. لحتى نوصل لمطرح أنه نحافظ على هالمحميات اللي هن على عدد أصابع الإيد، ونحافظ على هالأحراش الموجودة عندنا، وبالمقابل كمان نساعد مواطنينا. أما فيما خص ما أكلته النار للأسف الحرائق الكبيرة، بيزعل واحد بحزن، بيقول انه كان لازم ما يصير هذا الامر، لازم يكون عندنا نحن اجهزة انذار مبكر حتى نقدر نتساعد في حال كان في حريق. لازم يكون في توعية معينة، الناس بدها تطلع تعمل بيكنيك بمطرح معين، لازم يكون في آلية لحتى نخفف منها. هذا واحد. اثنين، اليوم نحن مضطرين موضوع التشجير يكون في كمان بشكل سريع خلال الشهرين المقبلين نقدر نرجع نعيد تشجير ما تم إحراق. طبعا. حلو. وهذا طبعا أكيد يحتاج مساعدة الدول الشقيقة التي ننتظر أن يكون طبعا في شراكة في هذا الإطار. والجيش اللبناني يوجه نداء وتحية لقيادة الجيش. نعم. وبالمسبق مطلوب نحن اليوم بدنا نتساعد نحن وياكم بيوم وطني للتشجير، ومشكورة قيادة الجيش طالما دأبت على هذا الأمر وساعدتنا، لأن قدراتنا نحن كوزارة الزراعة ما فيها تغطي لبنان، وبالتالي الجيش عماد هذا الوطن نحتاجه. نعم. اليوم قبل أي يوم في الأمن وفي الاقتصاد وفي الزراعة، وأيضا في أن يبقى لبنان أخضر. محميتنا الكبيرة يعني بالتعاون مع وزارة البيئة مفترض كلنا سوا نصونا طبعا ونقدسها ونحترمها، لأنه بالواقع يعني هي كنز تاريخي، لأنه مفترض صحيح. عمره مئات السنوات. نعم. مفروض مئات السنين لازم نحن نحافظ عليها بطبيعة الحال. وهذا برجع بقول لك نحن هناك قوانين يجب تفعيل هذه القوانين، يجب العمل على إصدار. نعم. قوانين جديدة لحمايتها، لأنه أنا بعتبر مركزية أن تبقى هذه الغابات محمية أساسية وضرورية بالنسبة لنا كلبنانيين. نعم. وبالنسبة للخارج، اللي أيضا العالم كله اليوم عنده هم وحيد هو موضوع التغير المناخي، وبالتالي علينا أن نساعد أيضا في هذا المضمار. وبرجع بقول أيضا الحماية متعددة الأوجه. مأموري الأحراش أتمنى من كل قلبي أن يجد حل بأي ثمن لحتى نقدر كمان يكون عندنا الكادر المؤهل والكافي للمساعدة والمراقبة. معليك يعني خلال هذه المرحلة الناس معودين ياخذوا شتول يعني بصراحة من وزارة الزراعة، أنتوا رح تقدموا شيء هذا العام؟ نحن كما درجة العادي سيكون طبعا. نعم. ولكن برجع بقول مشيت وزارة الزراعة محدودة، كميات كبيرة. نعم. ننتظر إن شاء الله في الأسابيع القادمة أن يكون هناك هبات بشتول مثمرة وغير مثمرة. ما رح فيني اطلق وعود، ولكن اقول ان شاء الله نحن نستهدف بعض القنوات. نعم، نستهدف بعض القنوات لحتى نقدر نجيب قدر كافي ونساعد فيه المزارعين، لحتى لانه كل ما زرعنا شجره صدقني بنكون نحن عم ناسس وطن، لانه الشجره هي بتخلي المزارع الى جانب ارضه، لانه هي بتساعدنا. نعم. على تنقيه البيئه، على مساعده تلطيف الاجواء، على موضوع المتساقطات، على كل هذه التفاصيل. ولكن. نعم. بس خليني اشير لشغلي، موضوع الشتول والسروي الحرجية بشكل. نعم. عام تحتاج رعاية من الوزارات، تضافر جهود وزارة الداخلية، وزارة البيئة، ووزارة الزراعة. نعم. ليش هذه؟ ما لأنه بدو يساعدونا بلديات بدها تستلم طبعاً، بلديات لازم يساعدونا طبعاً. نعم. لأنه نحن ما عندنا الكادرات اللي بتساعدنا. واحد. اثنين، القوانين اللي بتمنع الاعتداء على هذا الموضوع يجب أن يكون قليل التنفيذ مراقب كمان طبعا. وثالث شيء وزارة. نعم. البيئة بدنا نحتاجها أيضا
فيما خص صلاحيتها بهذا المضمار. نعم معالي الوزير، موضوع يعني قطاع صيد الأسماك، كمين أنت التقيت يعني بالنقابيين بهذه المرحلة وكان عندك يعني توجه واحد لحتى تقدر تساعدهم ونخفف عنهم مشاكل؟ نعم. شو بنقدر كمان نأمن إلى هذا القطاع المحروم حتى من الضمان، محروم وكان كتير سنوات عم بيطالب تماما وطالبوا طالبوني وبعدهم عم بيطالبوا. أهم مطلب لليوم أن يكون مضمون مرتاح هذا القطاع هو نعم. الضمان، وأنا ما بعرف ليه لحد الآن يوجد هذا القطاع بما يحمل. نعم. ما في حدا مضمون فيه. واحد اثنين، بتخيل حضرتك أنه 60% من حاجتنا السمكية مستوردة من برا؟ نعم. أيعقل؟ نحن على وجهة بحرية عريضة؟ يسلم تمك. لا هذا مش مسموح أبدا. طبعا اليوم أنا هذا لا أفشي سرا سنطلق هناك مشروع لسبر أغوار الشواطئ اللبنانية من أقصى الجنوب لأقصى الشمال، من الحدود اللبنانية السورية إلى الحدود يعني اللبنانية الفلسطينية. يعني 220 كيلومتر طبعاً، هذا الامتداد طبعاً. 220 كيلومتر على مدى 10 أيام. نعم. هذا المركب سيدرس بشكل كامل متكامل كميات نوعيات إلى أي مدى فينا وفترات الصيد، ونحن مشكورين المجلس النيابي الكريم حلو. أنه أصدر عدة قوانين بهذا الإطار. هذه القوانين يجب تفعيلها ومساعدتنا لحتى نقدر كمان في هم أساسي بهذا الإطار أنه هناك في بعض استخدامات للشباك شباك الصيد اللي هي مزبوط. تستهدف كل شيء. نعم. السمك الصغير والكبير، وبدنا ننتبه لهذا الأمر لأنه حقيقة هذا عم يحرمنا سروي سمكية كتير كبيرة، وبالتالي منوفر على المستهلك وأيضا على صيدي الأسماك بهذا الإطار. معليك، ممكن يعني بواقع قطاع صيد الأسماك نتوجه للمحافل الدولية لحتى يساعدوا هذا القطاع؟ لا شك في ريادي بهذا الموضوع. نعم. عندك يعني دول المغرب العربي رائدة في هذا الموضوع. نعم. تركيا رائدة في هذا الأمر، فبالتالي لا نحن بدنا نحاول نشوف أول شيء نحن إمكانياتنا شو عنا اليوم سروي سمكية. نعم. بدنا نحاول نشوف شو فينا نتساعد نحن والمملكة المغربية بعد ما توصلنا، بس سنعمل على ذلك الإخوة في الدولة التونسية العزيزة جدا لحتى نقدر نجيب خبرات. نعم. يساعدونا، وطبعا دائما في إطار مساعدة الأمم المتحدة الفاو وكل المنظمات التي تعنى بهذا الشأن تحديدا. نعم. وبالتالي هيك أعتقد أنه نحن بنكون عم نرسم صورة، عم نخطط بشكل سريع وعم ننفذ بنفس الوقت لحتى ينعكس بالنتيجة وبالنهاية على هذا القطاع اللي هو مركزي وحساس. وأنا برجع بقول لك، قلت للصيادين اللي كانوا موجودين والنقابيين، قلت لهم أنا وصغير كنت أنزل على البحر فكنت شوف بعض صيادين بعين مريسي، بتعرف حضرتك. نعم. تماما. نعم. نعم. بيكونوا جايبين الصبح على 6 الصبح جايبين شوية سمك 5 كيلو 6 كيلو 10 اللي الله رزقوا إياه. كنت أسأل نفسي ليه ما عنا نحن كميات أكبر وأنا ويافع، وكنت أتمنى أن أقول إن شاء الله بقدر بيوم ذات أيام ساهم نشوف حقيقة نشوف هيك بواخر أو مراكب عملاقة لصيد الأسماك مثل كل دول العالم. يا الله. وإن شاء الله يا رب هالحلم نقدر نحققه لحتى هالصياد كمان يكون بصبره وبأمله وصل لمطرح وقال لا اتحقق بعض الحلم إن شاء الله. يعني من البحر بدي أنقل معك للبر. نعم. التقيت مع نقابات المواشي. نعم. يعني شو كانت أجواء هذا اللقاء؟ هل هي كمان مشاكل كثيرة؟ إيه لا شك لا شك. كمان المواشي قطاع أساسي وحساس ومركزي، خصوصا هلأ مع ارتفاع سعر صرف الدولار بالمقابل العملة الوطنية، وللأسف انهيار يعني العملة الوطنية. له ما له عليه ما عليه، بس الأبرز برجع بقول أنه نحن حرام هذا القطاع ما يكون عدد رؤوس الماشي الموجودة إن كان ماعز أو أبقار أو أغنام ما يكون عالي جدا، لأنه بالنتيجة هيدي أيضا مادي يومية أساسية. نعم. في مطبخنا اللبناني، وبالتالي كل مواطن اليوم ما في يتخلى عن اللحم الأبيض أو اللحم الأحمر، لأنه السمك بطبيعة الحال موجود، ولكن تعرف أنه أحيانا بيكون أسعاره غالي شوي. وبرجع بقول كمان مربي الدواجن كان لهم صرخة كبيرة، ووعدناهم بالقريب العاجل بالاتفاق نحن وياهم حينعمل لجنة من وزارة الزراعة من النقابة وأيضا من. نعم. وزارة الاقتصاد لتحديد أيضا. نعم. 4-5 نقاط نشتغل عليهم بشكل يومي. طب موضوع الأعلاف كمان، يعني على أصوات النقابيين بيقولوا يا جماعة ما بقى فينا يعني بهذه غلاء فاحش في موضوع. نعم. الأعلاف. هلا هذا أيضا الموضوع الأعلاف بدنا نشتغله بتأني، لأنه حقيقة. نعم. بس نستورد كل شيء أو معظم الأشياء اللي نحتاجها حتما بده يكون سعر غالي، وطبعا برجع بقول فرق سعر الدولار عم يعمل لنا أزمة كبيرة. نحن اليوم ندعو
كل الهيئات التي تعنى بهذا القطاع إلى أن يكون نعم. هناك ورقة عمل مشتركة نقدر نساعد لحتى نضع حلول وبالتالي نخرج بأقل الممكن من الخسائر اللي عم يتكلفها الأول شيء المستورد وثاني شيء المربي المواشي وانعكاسه نعم. مباشرة على حق إن كان حق الجبني حق اللبني حق الفروج بالشو اسمه وأيضا موضوع اللحم الأحمر واللحم الأبيض. معليك يعني من المدير العام المهندس لويس لحود يلي بدي أنا حييه نعم. يعني بيقول عنك وزير استثنائي بتواضعك واحترامك لمعاونيك وبتشتغل ليلة نهار تحية من كل العاملين بوزارة الزراعة وخبرنا خبرية يعني أنت بدك تتبعها نعم. رح تكون بمؤتمر للهيئات المانحة لدعم وتمويل القطاع الزراعي بلبنان رح تنظمه الفاو أمتى رح يكون هذا الموعد؟ أول شيء بدي حيي الأستاذ لويس نعم الأستاذ لويس طبعا الناس كلها بتعرف قدي قدراته نعم. قدي جهده دائما في وزارة الزراعة بحيي نعم. وبقول له أستاذ لويس يعطيك ألف عافية أنت أيضا تواكب وتساعد ووجودك بوزارة الزراعة أساسي فشكرا على كل جهد عم نعم. تعمله في موضوع الهيئات المانحة حقيقة كنا هذه هذه المخبينة بس أستاذ لويس خلاص نحن نعم, نعم تواصلنا مع الفاو سيكون هناك لقاء للهيئات المانحة على أن يجمع قدر مستطاع من الأموال نعم. وتوضع في ذمة الفاو وبالتالي الفاو بدورة هي اللي طبعا وهذا طبعا اندل على شيء بدل على أنه أيضا هناك رؤية جديدة لدى لبنان لحتى نقول نحن أيضا نحتاج شفافية مطلقة نحتاج أيضا أن يكون هناك تسريع للأعمال وكل قرش عم ينصرف للبنان سيصرف في المكان المناسب. امتى راح يكون الموعد بس ترجع تذكر؟ لحد هلا ما تحدد ولكن قريب قريبا نعم نعم يعني مش خلال خلينا نقول خلال شهرين من الان. معليك بدنا نحكي يعني عن المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته طبعا زاروك وعندهم مشاكل ومعوقات هذا القطاع. مثل ما انت ما عم بتلحق تسجل قد ما بيوصلك نعم. يعني من خلال النقابيين يعني هذا المجلس كيف ممكن نساعده حقيقه حكينا نحن وياهم نعم. وكان مطالبه محقق وانا قلت لهم على الطاوله انه انا معكم مش ضدكم نعم. نحن بدنا نلاقي حل حتى كيلو الحليب اليوم اللي عم يوصل على للمستهلك يكون بسعر حد ادنى مقبول نعم. وهن كمان عندهم هوجسهم انه كمان تعرف سعر صرف الدولار انعكس على هذا القطاع وايضا شفنا ثاني يوم نعم. المصنعين وكمان كان عندهم تجاوب ممتاز جدا في خلال اليومين القادمين أبدا تقدير الأسبوع القادم سنضع آلية كمان لحتى يكون نعم. في شراكة بين القطاعين بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد وزارة الزراعة لحتى نقدر يكون بشكل أسبوعي نوضع خطة وآلية لموضوع أسعار الحليب مع ذلك يعني كل المواضيع اللي نحن عم نحكي عنها مهمة كثير ولكن بيبقى موضوع إيدال اللي هو يعتبر أساسي يعني بتوضيب يعني صادراتنا الزراعية نعم. يعني البعض بيقولوا أنه ممكن نعالج هذه الملفات يعني انطلاقا من رؤية يعني وزارة الزراعة وإمكانياتها نعم إذا ماذا يعيق هذه الملفات لا أبدا برجع بقول لك بموضوع التصدير موضوع الخطوات التي اتخذت من قبل الطرفين المصدر والمستورد أساسية ومفهومة ومتفهمة ولكن في بعض نعم. العراقيل نحتاج أن نخففها وبالتالي هذا اللي عم يصير عم نتصل بالمباشر مع وزراء الزراعة الكرام في الدول ونفكفك الأمور بطريقة تضمن سلامة المنتج الواصل لعندهم وأيضا نحن تعهدنا أن يكون هناك فحوصات على الميدان قبل ما تطلع أي شحنة لأنه أنا حقيقة كوزير زراعة ما بقبل أن يخرج من لبنان أي كونتينر ويرجع لأنه هذا إهاني نعم إهاني للمصدر إهاني للتاجر إهاني نحن كوزارة زراعة وإهاني إلنا كلنا فبالتالي لا نحن أمورنا لازم يكون وهذا انضباط أساسي ومركزي من كل المرافق الحدودية البحرية نعم. البرية والجوية لحتى أوكي. نوصل لمطرح أنه كل الصادرات اللي عم تطلع من عنا تستوفي الشروط ولبنان يلتزم بشكل دقيق جدا معالي الوزير يعني إذا بدي أقول أنا بالختام موضوع المحاسبة شو ممكن يعطينا بهذه المرحلة وهل ممكن تغض النظر هي بجرأة أنا عم بحكي إيه بكل جرأة غض النظر هي الفلسفة الوحيدة اللي أثبتت أنها عقيمة في لبنان حقيقة ولكن بدي أقول شغلي تفضل في عنا مشكلة بالإدارات العامة بشكل عام وبلبنان بشكل خاص بلبنان بشكل خاص وحتى بوزارة الزراعة نحن علينا أن نعطي صلاحيات لصاحب الصلاحيات ونحاسبه على قدر هذه الصلاحيات
أنا ما فيني أخذ من رئيس مصلحة أو مدير عام صلاحياته وحاسبه أبدا. فبالتالي الرقابة ضرورية، والرقابة المسبقة صدقني هي بتوفر علينا كتير 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 من الأغلاط جل من لا يخطئ. ولكن طالما الرقابة موجودة والموظف مهما كان الموظف بيشوف انه لا في متابعة، فاعتقد انه هامش الغلط بيصير بسيط جدا. واسمح لي اقول اذا بعد كم معنا وقت بعد معنا دقيقة معنا 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 الله يخليك. استشهد بقول للامام الشافعي بيقول متى استقام الظل والعود اعوج. اذا كان رأس الوزارة مستقيم ويريد ان يكون مستقيم ويعمل باستقامة، حتما كل الناس بتكون مستقيمة. وانا من هون بقول اتمنى ان يكون الانموذج صح، بس يكون النموذج صح، بس نكون عم نبني صح، صدقني البناء بيكون سليم وما بنتعرض لاي شائبه. نوصل ما نوصل امر اخر، قد ايه فينا نحقق هذا شيء ثاني. ان تضيء شمع خير من ان تلعن الظلام، ولكن الاساس نحن نكون بخطى ثابته. مجهودنا باذن الله حيكون مطرح معين جيد وممتاز. واهم شيء نحن كل الناس اللي عم تشتغل اليوم بالحكومه، مطلوب شغلي وحده فقط، أن تكون المناكفات السياسية جانبا، أن لا يكون هناك أي اعتبار لأي خدمة على أساس أنها سياسية. واثنين والأهم، أنا بحكي عن نفسي، مكتبي مفتوح وبيعتبروا أي طرف أي فصيل أي حزب أي تجمع في لبنان الوزارة إلهن. معليك بعد الوزارة من هلأ بدي أسألك، وأنا من هلأ بجاوبك، متابع بالسياسة بعد الوزارة سأعود إلى ما كنت عليه، أعود إلى صفوف الإعلاميين لحتى أكون مشاكس. مشاكس اليوم؟ نعم. انت شو بالوزاره؟ لا انا مش انا اليوم اتلقى ضربات. نعم. لازم طبعا، لانه لازم الناس الاعلام يحاسبني والمواطنين يحاسبوني بالاذن منك يعني. نعم. مش مسايره ولا تبخير ولا تبييض. نعم. وجه. نعم. ولكن وسط كل يلي بيعرفوك بيقولوا ترمى بالورود، مش تتلقى الصفحات. اتمنى ان ابقى ذلك، لانه نعم. دائما الامور بخواتيمها. علينا اليوم، انا بحكي بشكل شخصي، اتمنى ان نعم. تكون الهمه دائما هيك لحتى نقدر نوصل للمطرح اللي بيوصل الوطن كله، لانه كل جزء او نعم. كل جزء من هذا الوطن بيشكل الصوره الحلوه. السؤال مش اقتصادي بالاخر، خارج هذا الموضوع. نعم. يعني انت معليك عم تشتغل اليوم بلبنان ووضع اقتصادي صعب جدا. نعم. وكلنا بنقبض باللبناني. نعم. رح تقبض باللبناني كوزير؟ اكيد، مثل غيرنا طبعا. تركت الفراش برا وعم تقبض باللبناني؟ معلش، لانه برجع بقول لك شغلي، نحن ما قدرنا طلعنا لبرا لو ما هذا الوطن حمانا وربينا وكنا صغار وكبرنا. هو الصخرة يعني، هو الأساس هذا الوطن. نعم. اللي هو المدرسة الرسمية اللي ربتنا، الجامعة اللبنانية. بوجه تحية لكل كادر بالجامعة اللبنانية. نعم. لكل مفصل الأساسي بالجامعة اللبنانية، لأقول لهم أيضا أنتم مثل تلفزيون لبنان، يجب أن تبقى الجامعة اللبنانية واقفة على عجريها، مع احترامي لكل القطاعات الأخرى التعليمية، ولكن الجامعة اللبنانية هي أم الفقراء. وأنا نعم. من موقعي بقول علينا جميعا أن نقف إلى جانب الدولة، كل مفصل من فصل الدولة يجب أن نقف إلى جانبه. إذن بعد الوزارة معليك أعلنت أنك أنت راجع للإعلام. نعم. راجع إلى موقع، إلى صفوف الإعلام. نعم. اللي أتيت منه. نعم نعم. هذه المرحلة يعني أنا بتمنى أنه من خلالها نحن وأنت نتشارك بكثير من المحطات. وبالختام بس بدك تقلي الإعلام شو رح يكون دوره بهذه المرحلة يلي حضرتك فيها وزير يعني للزراعة. أتمنى من الإعلام، كل الإعلام، كل الإعلام، كل الإعلام بخبرتك اليوم هون، أن يواكب، أن يحاسب. شو بدك تعطيه للإعلام يواكب؟ إيه؟ بدك يعكس الصورة تماما. أي عمل، أي نشاط نحن بنقوم فيه، أي تجربة بنقوم فيها، على الإعلام أن يكون هو الراعي، هو المحاسب، هو المسائل. لأنه الإعلام اليوم عين الناس، اليوم الرأي العام صدقني. نعم. بإطلالي من حضرتك كإعلامي بيتشكل رأي عام. بس بتمنى بين مزدوجين أنه يكون الإعلام صحيح. نحن بدنا نضوي على كل الأمور الصح والغلط، بس خلي دايما نتذكر أنه لازم يكون في جرعة أمل. لازم إعلامنا، ويعطيه الألف عافية ومشكورين دائما يبثون الأمل، خلينا نضل بهاي الذهنية لحتى نوصل لمطرح الصح. وأنا مش خايف أبدا. اليوم المشهد الإعلامي في وزير وصاي يعطيه ألف عافية، اللي هو بيعتبره أستاذ ورائد في العمل الإعلامي، أستاذ جورج إرداحي. أتمنى من كل قلبي التوفيق له وسيوفق، وأنتوا طبعا ستكونوا جزء أساسي في نجاح وزارة الإعلام. متفائل بهذه المرحلة مع الوزير ختاما؟ جدا، ونقول يا رب. إن شاء الله يا رب. ما كان لله ينمو.
أنا بدي أشكرك على هذه الأطلال الأولى عبر تلفزيون لبنان الصريحة، إن شاء الله نحن وأنت دائما نلتقي لحتى نكون إلى جانبكم بتسليط الضوء على كل المشاكل، بنقول هذه هي الحلول. طبعا أنت برنامجك نحن رح نواكبه ونتابعه. بدي أرجع أشكرك ولك أهلا وسهلا فيك. شكرا 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 لك. سيدي شكرا جزيلا. إذن أصدقائي، معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن كان ضيفنا بهذه الأطلال. لهون نوصل لختام حلقتنا، تنلتقي معكم بكرة مع مشاكل وحلول بحلقة جديدة. إلى اللقاء.